بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم نديروا واحد الابديت على سوق العملات الرقمية، نعرفوا مجموعة من الاخبار وجديد سوق ديال لا كريبتو كورنسي وجديد سوق البيتكوين. اول حاجة، الماركت كاب تقريبا يتأرجح بين 490 مليار دولار و 520 مليار دولار غرو ماكسيموم. شفنا صعود ديال البيتكوين 11568 دولار، والدومينونس ديال البيتكوين بدات كترتفع، وصلت تقريبا 39.5%. هذا دليل على الرجوع القوي ديال البيتكوين بالماركت كاب ديالو 195 مليار دولار، في حين أن الإيثيريوم 88 مليار دولار. يعني الفرق بيناتهم تقريبا 110 مليار دولار. وكنا شفنا تقريبا بأن في الأزمة ديال البيتكوين والأزمة ديال الكريبتو كورنسي، أن الفرق بين البيتكوين والإيثيريوم كان لا يتعدى تقريبا 50 ولا 60 مليار دولار، ولكن دابا تضاعف الفرق. هذا دليل على الصعود القوي ديال البيتكوين والقوة ديال البيتكوين، حيث أن في هذه السيمانة، هذا الأسبوع هذا، البيتكوين تضاعف من 6000 دولار أو أقل من 6000 دولار 6000 دولار ل 11568 دولار، وربما يصعد ل 12000 دولار ويحطم المقاومة ديال 12000 دولار، ويصعد الأعداد يصعد الأرقام خيالية جدا. شفنا العديد من المستثمرين خرجوا لي زانفيستيسمون ديالهم ولا الاستثمارات ديالهم من الالت كوين وحطوهم في البيتكوين، وهذا دليل على القوة ديال البيتكوين، وان البيتكوين كيبقى ديما هو الاساس ديال لا كريبتو كيرونسي، هو تقريبا الرائد ديال لا كريبتو كيرونسي. وصراحة احنا كنعرفوا بان البيتكوين دابا في الانطلاقة ديالو كتكون انطلاقة قوية، ويقدر يوصل لواحد المبالغ الخيالية جدا، في حين ان الالت كوين غادي تعاني وحتى واحد شوية من بعد عادة، باش كتقدر الالت كوين كتطلع لمستويات عالية وتحاول توصل على البيتكوين، وتحاول تطلع واحد المسار كيكون تصاعدي جدا. انا اظن ان البيتكوين غادي يبقى في المسار ديالو في الارتفاع ديالو، وان الالت كوين تقدر تنخفض الثمن ديالها. كيف ما كنشوفوا، شوفوا البيتكوين طالع هنا، يغلقوا جميع، شوفوا لي كورب ولا لي شارت ديال مثلا الايثيريوم الشهر نازله، الرايبل نازل، البيتكوين كاش كذلك، اللايت كوين صراحة اللايت كوين كيمشي مع البيتكوين، ما شفناش داك النزول الحاد ديالو. ان من اهم الحوايج اللي كيخليو البيتكوين يطلع هو اللايت كوين واللايت نيتورك، اللي كيبين بان البيتكوين، لانه يقدر يكون من الحلول الفعالة ديال البيتكوين، كيف ما شفنا لي شارت ديالهم بعدا، وهما طالعين بعدا شوية بارابور لي زوطخ شارت. كاردانو حتى هي فقدت العديد من كثير من القوة ديالها، 0.38 دولار نيو في انحدار، 130 دولار ستيلر، 0.40 دولار ايوس، 9.39 دولار داش، 699 دولار ايوتا، 1.80 مونيرو، 300 دولار نيم، 0.48 دولار ايثيريوم كلاسيك، 39 دولار. كيف ما شفنا العديد من العملات اللي كتعاني وكتعاني بزاف، نظرا لصعود البيتكوين وصعود ديال البيتكوين وصعود ديال الماركت كاب ديال البيتكوين والدومينوس ديال البيتكوين. هناك العديد من الاخبار اللي تروج حاليا في الساحه ديال الكريبتو كيرونسي، واهم خبر هو الريجولاسيون ديال الولايات المتحده الامريكيه، اللي بغات تقنن ودير دي ريغولاسيون على حساب لا كريبتو كورونسي وعلى حساب البيتكوين، وهذا تقريبا اللي غيكون من اهم الاخبار اللي غادي تكون في هاد الاسابيع المقبله. وهذا الخبر اما يقدر يطلع البيتكوين اقصى المستويات ديالو، الا كانت ريغولاسيون بوزيتيف، ان الريغولاسيون غتكون في صالح، الا كانت في صالح البيتكوين، في حين ان الا كانت ريغولاسيون في
ماشي في صالح البيتكوين، هذا غي امباكتي الماركت كاب الماركت كاب بالكل ديالو، يعني جميع المكونات ديالو سواء البيتكوين ولا العملات الرقمية، حتى وغادي امباكتي لو بري بزاف اذا كان لا ريغولاسيون نيجاتيف. ولكن هناك اصداء جد ايجابية بان الولايات المتحدة ماشي كونتر لا بلوك تشين وماشي كونتر لا البيتكوين، ولكن هي كتحاول تحمي المستثمرين انهم ما يوقعش لهم لي سكام بزاف، وشفنا العديد من لي سكام اللي كاينين في لي زاي سي او، سيرتو في لي زاي سي او في العملات الرقمية. ومن اهم لي سكام اللي شفنا هو ديال البيت كونيكت ودافر دافر كوين، وشفنا مجموعة من العملات، شفنا مجموعة من المواقع اللي كتخدم بالفيشين. مؤخرا لو سيت ديال باينانس كان تعرض للفيشين، و تيليجرام لو سيت ديال اي سي او ديال تيليجرام حتى هو كانوا داروا واحد السيت سكام ديال تيليجرام ديال بابليك سيل، وعلما ان التليجرام اي سي او ما فيش بابليك سيل، فيه غير بريفايت سيل، لان مجموعه من لي زي سي او كيكون عندهم سوا البابليك سيل سوا البرايفت سيل ولا بجوج، اما كيديروا لي انفستيسور اللي كيكونوا انكوني هما اللي كيدعموا الاي سي او، كيتسمى برايفت سيل وكيكون داكشي ماشي بيبليك. وكاين البيبليك سيل اللي كل اي واحد يقدر يشارك فيه اذا كانت الدوله مخوله بانها تشارك في الاي سي او. وكاينين لي زاي سي او اللي كيخدموا بهاد لي دو ميثود، يعني بالبابليك سيل وبالبريفايت سيل. المهم بالنسبه لينا في القناه ديالنا نحاولوا نركزوا هاد الايام مع البيتكوين، لان البيتكوين ربما يكمل في المسار ديالو ويزيد الى حطم الحاجز ديال 12,000 دولار، اظن انه يقدر يصعد لمستويات عاليه، في حين ان الالتكوين اظن انها مازال غادا تعاني، ومازال باقي الوقت مازال غادي ينخفض الثمن ديالها عاد باش يرتفع من فيما بعد، فاش يوقف ليفوليسيون ديال البيتكوين وتستابيليز البيتكوين نوعا ما، هذيك الساعه عاد باش كيطلعوا الالتكوين كيف ما شفنا في لو موا ديال ديسمبر. فوالا نتمنى تكون توفقت بصح ديال هذا الفيديو القصير اللي شفنا فيه غير واحد الابديت على حساب الكوان ماركت كاب وعلى حساب لا كريبتو كورونسي. نتمنى ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم، وديروا جيم الفيديو الى عجبكم، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.